من المسؤول عن بقاء مدينة تعز في حالة الانفلات الأمني؟ هل ستبقى المدينة بؤرة للعنف والصراع بلا أمن وبلا دولة؟ وإلى متى ستظل المدينة المدنية تحت تهديد الزناد؟ السلام عليكم. بإمكاننا القول إن تعز باتت مدينة الأمنيات المؤجلة. كم هو قاس أن تصبح من بين تلك الأمنيات المؤجلة أن يأمن الناس في المدينة التي قاومت ميليشيا الانقلاب التي بثت الذعر في المدينة منذ الانقلاب والاجتياح؟ على الرغم من الدعوات المتكررة لاستعادة مؤسسات الدولة وإخراج القوى المنفلتة إلى الجبهات، وعلى الرغم من الخطابات الرسمية والحملات الأمنية، لكن واقع المدينة لا يسر الناظرين ولا يسر العابرين من شوارعها أيضاً. أسئلة الأمن في المدينة لا تزال مفتوحة ومتسعة باتساع جرح تعز الكبير. فهل الانفلات الأمني الذي تشهده تعز انفلات ممنهج؟ لماذا تغيب الأجهزة الأمنية أمام موجات العنف التي تشهدها المدينة؟ وما هي مسؤولية المحافظ تجاه تلك الأمور جميعها، خاصة مع التزاماته بضبط الأمن وتحرير المدينة؟ وأخيراً، ما موقف الرئيس هادي إزاء ملف تعز، خاصة بعد عودته للعاصمة عدن؟ أنا جد الآن المواطن في حالة خوف ورعب أن يخرج إلى الشارع حتى في الصباح أو الظهر، ما بالك في الليل. تعز مدينة أصبح الانفلات الأمني فيها السمة الأبرز في المدينة، مدينة تقتل فيها امرأة أمام طفلها ذي 7 سنوات من قبل مسلحين متطرفين، وما أكثر جرائمهم في تعز. سميرة المجاهد مواطنة تسكن حي النسيرية بتعز، تعتقل كتائب أبو العباس أخاها وحيد المجاهد منذ أيام، وبالأمس يتم اقتحام منزلها وإعدامها أمام طفلها بوحشية لا نظير لها إلا في الإنتاج السينمائي المرعب. هل هزت هذه الجريمة أركان مدينة تعز؟ بالتأكيد تركت هذه الجريمة وجوماً مخيفاً على وجوه الناس وشوارع المدينة، لكنها لم تفعل شيئاً من ذلك على المستوى الأمني والسلطات المحلية. ليست فقط سميرة المجاهد، الانفلات الأمني تجلى في صور عديدة، أبرزها الاغتيالات التي تطال جنوداً من ألوية مختلفة، فيما يبدو أنها سلطة السلاح المنفلت هي من تتحكم بأرواح الناس في تعز، ليس فوقها أي قوة. عيد إلى المربعات الأمنية، عيد مسؤولية ومهام أقسام الشرطة، عيد مسؤولية الضبط القضائي، عيد النيابات، عيد المحاكم المتخصصة. مراقبون يقولون أن إيقاف المحافظ للحملات الأمنية التي كان قد أعلن عنها تسببت في انعدام الثقة بمؤسسات الدولة، خاصة بعد أن تم إعدام جنود شاركوا في هذه الحملات، ما يجعل سؤال الناس في تعز: لماذا لم تستكمل الحملة الأمنية أهدافها؟ وما الذي يريده المحافظ محمود وقيادة السلطة المحلية؟ أما الرئيس هادي ورئيس حكومته فمن الواضح أن بصماتهم في تعز كلها بالسلب. عدم دعم الجيش، عدم توفير الموازنة ورواتب الموظفين، عدم دعم استكمال تحرير المحافظة، وغيرها من اللافعل. قناة بلقيس طالما استضافت قيادات أمن تعز، وفي كل مرة يكررون القول إنهم بلا إمكانيات، وإن عتاد الفصائل المسلحة يفوق تجهيزات مؤسسات الدولة، ما يجعلها عاجزة عن أداء مهامها. إذن أين الخلل؟ وما الذي يجب فعله؟ هذا ما يبحث عن إجابته أبناء محافظة تعز، وهم ينشدون الأمان في حياتهم وتجنب مشاهدة الدماء تسيل في شوارع الحالمة. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز عبر الأقمار الصناعية أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين. حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور. إذن تعز وهي في بؤرة الصراع، تعز أيضا في خضم معضلة الانفلات الأمني، أين هو الخلل من وجهة نظرك؟ هناك عدة اختلالات نستطيع أن نضع أيدينا عليها بشكل واضح وبدون مواربة.
هناك فراغ سياسي في السلطة المركزية في أدائها على المستوى الدولة، وهناك يعني هشاشة في السلطة المحلية وفي الإدارة، وهناك ضعف أمني وعسكري. كل هذه انعكست على خلق حالة من الفراغ. اتسعت الفوضى في ظل هذا الفراغ، وسمح لأكثر من لاعب أن يهدد أمن واستقرار تعز واتساع الفجوة في استهداف الناس الأبرياء. هناك نعم دكتور. صدى في الصوت للأسف. أنا أسمعك بشكل واضح على كل حال دكتور. يعني الآن في سياق ما يعني المخاض الذي تعيشه تعز بشكل عام، هل نستطيع القول أو هل نحن أمام انفلات أمني ممنهج، أم أن المسألة لها علاقة بنتيجة طبيعية لما جرى على الدولة بشكل عام وعلى تعز كمدينة من انقلاب، من غياب لأجهزة الدولة وآثار لهذه الحرب؟ سياق حديثي معك في الإجابة عن السؤال السابق يؤكد أنه لا وجود لعملية ممنهجة، لأنه هنا سيكون هناك تجني. أنا قلت بأن هناك فراغ سياسي أملأته الفوضى نتيجة لرخاوة في السلطة المركزية وفي السلطة المحلية وفي الإدارة وفي الأداء الأمني والعسكري، وهذه الفوضى هي التي تخلق مثل هذه الانفلاتات التي تنعكس سلبا على أمن وسلامة المجتمع وعلى أيضا تحقيق أهدافه النضالية التي يستمر المجتمع في السنة الرابعة وهو يبحث عن أهداف لم تتحقق له بعد. وأنت تعلم بأنه أي طرف خارجي أو محلي يريد أن يلعب في ظل هذه الفوضى بيسعه أن يلعب دون أن يجد ضابطا أو رادعا أو محاسبة أو معاقبة. أعتقد لو أن السلطة المركزية بدأت تسترد سلطانها على الأرض بحيث أنها لا تسمح لدول التحالف أن تكون هي صاحبة القرار وتصبح هي صاحبة القرار وتعيد دول التحالف إلى كونها دول جاءت لمساعدة السلطة الشرعية وليس للحلول محلها، كذلك هذا سينعكس على أداء الجيش على الأرض بحيث يصبح هو صاحب القرار في تخطيط المعارك وفي اتخاذ القرار للتقدم أو التوقف. كذلك الجانب الأمني سيصبح منضبطا وفق القانون وفق خطط وبرامج الدولة لضبط الخارجين عن النظام والقانون. ولكن لأنه المشكلة والمعضلة بأنه الرئيس هادي يعني سرقت منه أو سحبت منه صلاحيته وأصبح عاجزا من الاسترداد، الآن هو يصارع بشكل يعني فيه كثير من المعاناة لاسترداد سلطانه على الأرض باعتباره هو الشرعية وهو الرئيس اللي يمثل اليمن وليست الإمارات أو السعودية. وهذا الأمر ينعكس على بقية المسؤولين في الدولة دكتور، هل ينعكس هذا الأمر على بقية المسؤولين في الدولة؟ نتحدث بالتحديد الآن عن السلطة المحلية ورأس السلطة المحلية في محافظة تعز المحافظ وكذلك إدارة الأمن، هل ينعكس هذا ما يجري للرئيس هادي عليهم أيضا؟ دعني أكون واضحا معك، يعني المسؤول المعين من قبل الرئيس هادي مسؤوليته في التقصير تقع على من عينه على صاحب القرار. يعني نحن الآن نعيش في ظرف استثنائي تجاوز الرئيس عبد الرب منصور صلاحيته الدستورية والتشريعية والاتفاقية إلى أن يقبض بيده جميع السلطات التي صدرت عنه لصالح دول التحالف، فأي خلل على الأرض يستطيع من خلال سلطة القرار أن يحاسب وأن يغير وأن يعزل. تصور أنت مثلا الاختلال الأمني في عدن، تحصل كثير من الاغتيالات مع عدم محاسبة أو مساءلة مدير الأمن. تحصل أيضا اختلالات وصراعات بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية في تعز دون اتخاذ قرار في تغيير المسؤولين عن هذا الاختلال. يعني هناك وزراء ووكلاء يعيشون في الرياض وكأنهم موظفين مع الرياض وليس مع السلطة الشرعية وليس مع اليمن.
ليس لديهم أي خجل، لأنه لا يوجد ضبط من صاحب القرار وهو الرئيس عبد الرب منصور، هو صاحب السلطة، وبالتالي المسؤولية في نهاية الأمر لجميع المسؤولين صغارا وكبارا تعود إليه. فهو من يستطيع أن يعزل، ومن يستطيع أن يعين، ومن يستطيع أن يحاسب. حتى قيادة الألوية وقيادة المناطق وقيادة الفرق والشخصيات الكبيرة والصغيرة هي لا تستمد سلطانا من أحد سوى من الرئيس عبد الرب منصور، هو الذي يصدر لها القرار. من يعين قائد لواء؟ قرار جمهوري. قائد المحور؟ قرار جمهوري. نائب رئيس الجمهورية، وزير الأركان، أقصد هيئة الأركان، المحافظ، الوزير، الوكيل، كلهم يصدر لهم قرار جمهوري. إذن كيف يسمح الرئيس عبد الرب منصور لنفسه أن يرى هذه الاختلالات ولا يتخذ القرار المناسب لمعالجة الأوضاع؟ الحقيقة هو تحمل هذه المسؤولية، وينبغي أن يكون يعني شجاعا في تحمل نتائجها. لا ينبغي أن يصمت، قتلنا بصمته للأسف. لا ندري أهو يعلم هذه التفاصيل أم هو لا تعنيه، أم هو فقط وقع تحت ضغط خارجي ويستجيب إليه. وبالتالي أنا لا أستطيع أن ألوم لا محافظ ولا قائد محور ولا قائد لواء، كل من يعبث قراره متعلق بيد الرئيس هادي الذي بإمكانه أن يصدر قرارا بعزله، قرارا بتغييره، قرارا بمحاسبته، قرارا بإحالته إلى المحكمة العسكرية إن كان عسكري، أو إحالته إلى المحاكم المدنية إن كان مدني. يعني من يستطيع أن يعيد للدولة روحها القانوني والدستوري غير من يمسك سلطة القرار؟ اليوم نحن نعيش حالة استثنائية، والسلطة كلها بيد رئيس الجمهورية، وهو الشعرة الباقية لهلامية السلطة والدولة. طيب إذا ما الذي يمنع من التغيير؟ وكذلك صدرت عن طريق تحالف. نعم الدكتور، ما الذي يمنعه إذا كان هناك هذا الخلل الموجود الذي تتحدث عنه وهو يرى وهو المسؤول في نهاية المطاف؟ ما هي العوامل التي تمنعه من اتخاذ قرار يغير ما يحدث ويعمل على تعديل الأوضاع وما يجري في محافظة مهمة كتعز إلى الأفضل، وإلى أن تمثل يعني إلى أن تسارع في عملية التحرير، ومن ثم تمثل نموذجا للمحافظات المحررة؟ بما أني ألقيت المسؤولية من منظور قراءة الواقع الاجتماعي على الرئيس عبد الرب منصور، مثل هذا الجواب هو معني هو بالإجابة عنه، ولكن سأواصل أنا لأجيب عن طريقة التحليل والاستنتاج. مفهوم. يعني أنا قلت بأنه سمح الرئيس عبد الرب منصور لدول التحالف أن تحل محله، أن تصادر السلطة والدولة والشرعية، واستغلت الشرعية كغطاء لغسيل سلوكها على الأرض في مصادرة كل القرار السيادي اليمني في القضايا الكبرى وفي القضايا الصغرى. وبالتالي اليوم هو يصارع من أجل استعادة، شعر بأنه وقع في مأزق، هو يصارع الآن لاستعادة هذه سلطة القرار حتى يصبح هو من يتخذ القرار المناسب ليتحمل نتائجه. ولكن الآن الموانع الكبيرة التي تقف حائلا ضد قدراته في التغيير وفي الحسم وفي إجراء التحولات السريعة التي ينتظرها المواطن هي تدخل دول الخليج، دول التحالف في العمق. القرار العسكري بيدها، قرار التعيينات بيدها، قرار الجانب الأمني بيدها، قرار الرواتب بيدها، قرار الاستيراد والتصدير بيدها، قرار دخول البضائع. تصور بأنهم منعوا حتى دخول البضائع إلى مواني اليمنية ويأتوا بها عن طريق عمان وعن طريق المنافذ البرية، ولا يتكلم أحد من المسؤولين حول هذه الثغرة. ما دخل الإمارات أو دول التحالف بأن يتدخلوا بمنع تصدير النفط أو الغاز، أو بمنع استيراد احتياجات الناس من الطاقة الشمسية أو البطاريات أو الرز أو السكر؟ الحقيقة هناك كوارث تمارسها دول التحالف على الرئيس عبد الرب منصور، بحيث جعلته مسؤولا عن هذه الاختلالات وليس بيده المسؤولية الحقيقية. وهذه تعتبر أهم الأسباب التي جعلته عاجزا عن اتخاذ تدابير التغيير الفعالة. وأنا أعتقد بأن الرئيس عبد الرب منصور تعلم الدرس الكثير من خلال السبع سنوات، ولكن فاته الأوان. ولو استطاع استعادة السلطة بيده والقرار، ربما لاتخذ قرارات سريعة في بناء تحولات سريعة هي أنفع لليابانيين بشكل ملحوظ. طيب في هذا السياق دكتور، أنت
أو قبل أن أعود إليك إلى الاختلالات، أنت تحدثت عن عدة اختلالات موجودة من ضمنها الفراغ السياسي والحديث عن الرئيس عبد الرب منصور هادي. قبل العودة إلى هذه النقاط الباقية، أرحب بمن ينضم إلينا الآن، أستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بتعز الذي ينضم لنا عبر الهاتف من هناك. أهلا بك أستاذ نجيب. أستاذ نجيب هل تسمعني؟ أيوة أنا أسمعك. أهلا وسهلا يا سيدي العزيز، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. إذن أستاذ نجيب، كان هناك اجتماع مؤخرا لمحافظ تعز بقيادة السلطة القضائية في المحافظة، إلى أين وصل الأمر أو ما هي المستجدات ضبط الأمن ومن ثم تعيين وتفعيل السلطات الضبطية في محافظة تعز؟ نعم يا سيدي العزيز، أولا أود أن أوضح أن محافظة تعز تشهد شبه يوميا اجتماعات ولقاءات مع محافظة المحافظة مع كافة المؤسسات والمكونات والأطياف. يأتي آخرها اليوم اجتماع مع السلطة القضائية، بحيث تم الحمد لله تفعيل السلطة القضائية وفتح جميع المحاكم في محافظة تعز، والآن عاد القضاء ويمارس أعماله بكل أريحية رغم كل ما يثار على محافظة تعز ورغم الأوضاع الأمنية بسبب انعدام الدعم الأمني، إلا أن القضاء استطاع أن يثابر وأن يفتح كل المحاكم، وأصبحت الآن المحاكم في محافظة تعز تعمل وتستقبل قضايا الجمهور. ولك أن تتخيل أنه من بداية يناير فقط استقبلت المحاكم الابتدائية في محافظة تعز 2740 قضية، وبتت ب 338 قضية أصدرت فيها أحكام، إضافة إلى أنها أصدرت قضايا أحكام بالقصاص والإعدام في بعض القضايا، وهذا يحقق إنجاز قياسي لمحافظة تعز وللقضاء في محافظة تعز في ظل الظروف التي تعيشها هذه المحافظة. طيب، ما يخرج من قرارات، إلى أي مدى يتم تنفيذ هذه القرارات من قبل هذه المحاكم؟ هل هناك قدرة للسلطة في تعز إلى إنفاذ ما يخرج من قرارات من هذه المحاكم؟ نعم يا سيدي العزيز، استقبال 2740 قضية من بداية يناير 2018 دليل على أن المواطن في تعز مواطن يحترم القانون ويلجأ للقانون ولا يحب إلا القانون، وبالتالي فأن كل القرارات الصادرة من النيابة العامة أو من المحاكم يتم تنفيذها ويخضع لها جميع المواطنون، ولم نسمع أن هناك أي تمرد على قرار تم اتخاذه من قبل المحاكم والنيابات، بل أن هناك تساهل وتعاون بشكل غير عادي مع القضاء، وبالتالي جميع أبناء تعز حريصون جدا على أن تعود المدنية إلى محافظتهم وعلى أن يعود السلم والأمن والأمان، وكانوا أكثر المواطنين كانوا ربما أكثر من كل المسؤولين في الفترة السابقة على إعادة السلطة القضائية حتى تمارس دورها، وبالتالي الكمية الهائلة من هذه القضايا التي تلج المحاكم يوميا دليل على أن المواطن في تعز لا حاجة له إلا أن يستعين بالقانون ولا يمكن أن يلجأ لغير القانون، وبالتالي كل القرارات بحمد الله تم تنفيذها وتنفذ، وأصبحت الحياة في تعز الآن تعود يوما تلو الآخر إلى الحياة، ويتم تطبيع الحياة العامة في كل محافظة تعز سواء في على مستوى السلطة القضائية أو على مستوى المؤسسة الأمنية والمؤسسات الأخرى. نجد اليوم محافظة تعز ترمم كافة المباني والمؤسسات الحكومية، هناك لجنة إشرافية عليا تقدر المناقصات، هناك أيضا عمل دؤوب في كافة الجهات، هناك تخرج دفع أمنية وعلى مستوى الأمن والجيش، رواتب منتظمة، حياة مستمرة في تعز ربما أفضل بكثير من معظم المدن التي سبقت محافظة تعز بالأمن والاستقرار. طيب، في سياق ما يتعلق بالأمور التي لا تصل إلى القضاء ومتعلقة بالشأن الأمني باعتباره محور حلقة في هذا اليوم، كيف هي الأمور في ذلك؟ مسألة أن هناك كانت حملات أمنية تم يعني لم يتم معرفة مصيرها إلى الآن، هناك منفلتون خارجون عن نطاق القانون لا يتم التعامل معهم بالشكل المثالي بالنسبة لأبناء محافظة تعز، ما الذي وصل إليه المحافظ والمحافظة بشكل عام بهذا الخصوص؟ نعم، بخصوص الجانب الأمني وخصوص استتباب الأمن، طبعا يا سيدي ربما كلنا يعلم أن المؤسسة الأمنية في محافظة تعز انهارت انهيار كامل، لم تنهار جزئيا بل انهارت انهيار كامل بسبب حرب الميليشيات التي فرضت على محافظة تعز، وبالتالي إعادة المؤسسة الأمنية وإعادة قوتها يحتاج إلى وقت،
ومع ذلك لو أجينا أن نحسبها وفق الواقع ستجد محافظة تعز أقل المحافظات المحررة نسبة في الجرائم التي ترتكب في المحافظة، ربما 95% من الجرائم التي ارتكبت في تعز لم تكن جرائم اغتيالات أو جرائم سياسية بل هي جرائم جنائية وتم إلقاء القبض على مرتكبيها. هناك ربما بنسبة 3% من قضايا الاغتيالات، وبالتالي حتى هذه القضايا كل المنفذون لهذه الجرائم معروفون بالاسم، وهناك أيضا لجنة أمنية تلاحقهم وتتبعهم وبإذن الله ستقبض عليهم قريبا، بعكس المحافظات الأخرى ستجد أن معظم المرتكب للجرائم مجهول ولا يوجد أي مقبوض عليه، حتى الأسماء غير معروفة في المحافظات الأخرى. ولذلك هناك اللجنة الأمنية تبذل جهدا غير عادي في انتشار الأمن وفي استقرار الأمن واستتبابه، انتشرت في جميع مربعات محافظة تعز، لم يعد مربع في محافظة تعز خارج نطاق المؤسسة الأمنية، أصبحت كل المربعات خاضعة للمؤسسة الأمنية. خفت الجريمة بنسبة 70% ربما عما كانت عليه سابقا. القضايا الجنائية موجودة في أعتى الدول بل في أكثر الدول استقرارا، ويوميا نسمع أن هناك حدثت جريمة في فرنسا، حدثت جريمة في أمريكا، حدثت جريمة في أفضل الدول التي تنعم بجهاز أمني عالي المستوى، بينما في تعز هناك قضايا جنائية ربما تحدث في أي محافظة وفي أي مكان على مستوى هذه البقاع. أشكرك أستاذ نجيب قحطان مدير مكتب الإعلام بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك دكتور فيصل، يعني سمعت ما تفضل به أستاذ نجيب من حديث على السلطة القضائية ودورها في الفترة القادمة وعن حتى دورها في الفترة الماضية منذ يناير، ويعني وجود 2740 قضية ومنها 380 قضية تم البت فيها وأصدرت بشأنها أحكام، ومن ثم هناك الحديث على نقطة أن هناك منفلتون عن الأمن في تعز وهم معروفون بالنسبة للأجهزة الأمنية وكذا للسلطات المحلية في تعز، لكنهم يعني خارجون عن السيطرة في نهاية المطاف، لا أحد يستطيع الوصول إليهم أيضا. الصوت هنا سمع. دكتور فيصل هل تسمعني؟ أيوة خلاص أسمعك. خلاص نعم أسمعك، ولكن نهاية السؤال الأخير لم أسمعه. نعم كنت الصوت. يعني هي نقطتان يعني أو محوران تحدث حولهما مدير الإعلام، حول مسألة الاجتماعات مع السلطة القضائية وطبيعة تفعيل الدور القضائي خلال الفترة الماضية ب 2740 قضية تم يعني تم رفعها منذ بداية يناير، و 380 قضية تم البت فيها وإصدار أحكام بخصوصها. هذا الأمر بجانب الحديث على أن هناك يعني خارجون عن السلطة، خارجون عن النظام والقانون، معروفين بالأسماء لكن لا يستطيع أحد الاقتراب منهم ومحاسبتهم. كيف ترى هذا الوضع بالنسبة لمحافظة تعز؟ أنا ما سمعته من الضيف الكريم حسسني أو أشعرني بأني أعيش في سويسرا وليس في تعز، وهو تفاؤل جيد. يعني نحن قد لا ننكر بعض الأنشطة التي تستحق الاحترام، لكن لا نبالغ في إخفاء الحالة الأمنية المتدهورة والحالة الخدمية المتدهورة وكذلك سوء الأداء وبقاء تعز في الحصار والفقر والمجاعة والانعدام الإغاثة. يعني لا ينبغي أن نشتغل ونحن موظفين سلطة مجرد أبواق للتطبيل، هذا عيب. يعني أنت تتقاضى راتبك من الحكومة من الدولة التي تمنحك من عرق المواطن، يعني فينبغي أن تكون أمينا في نقل الحقيقة. أنت تقول بأنك قبضت على آلاف أو ألف من المتهمين، اعطيني فقط من قتل الأستاذ عمر دوكم، من قتل الإمام جامع السعيد، من قتل 200 وأكثر من 300 اغتيال لعسكريين محترمين، من قتل 4 أو 5 جثث حفروها في وادي المدام. لا تعطيني عدد القضايا، اعطيني كم عدد المتهمين في الاختلالات الأمنية وفي الاغتيالات قبض عليهم، هذا هو الأساس.
أما قضايا المواطنين في المشاجرة وفي التقاضي أمام المحاكم هذه طبيعية، يعني حتى 2000 ولا 10,000 قضية تعتبر قليلة، لأنه كل يوم في مشاكل يعني مدنية ومشاكل تجارية، مشاكل جيران، هذه أنا أريد تعطيني كم عدد المتهمين بالإجرام وبالاغتيالات وبالعبث الأمني قبط عليهم؟ لماذا توقفت الحملة الأمنية دون استكمال إدخال جميع مربع تعز في إطار السلطة الشرعية؟ لا ينبغي أن تتحول تعز إلى كانتونات، هذه تبع أبو العباس، وهذه تبع صادق سرحان، وهذه تبع قائد المحور، وهذه تبع اللواء 117، وهذه 170. يعني نحن دولة واحدة، نحن جمهورية يمنية، وتعز تعتبر ضمن إقليم الجند. ينبغي أن نشتغل برؤية وطنية، يعني لا تستخف بالمواطنين بهذا الخطاب الرث. لا تجعل من الموضوع الذي يهدد يعني حياة الإنسان، أي إنسان، ليس في الضرورة الإنسان المهم، أي إنسان ممكن يقتل في الشارع نتيجة لحمل السلاح المنفلت في سوق القات أو في سوق الخضرة. يعني هل ضبط هذا السلاح المنفلت الذي يتهدد الأطفال والنساء والأطفال في الشارع؟ يعني أريد أنا أختصر لك الموضوع، لك ولضيفك وللمستمعين وللأخ المحافظ، وليكون بوضوح، أنا إنسان محايد وأقرأ الوضع بدون تحيز. يعني هناك ثلاث قضايا رئيسة، ما الذي تحقق منها؟ القضية الأولى تدني الخدمات الأساسية للمواطنين، النظافة، المياه، الكهرباء، الإغاثة، هذه تعتبر خدمات، يعني شبه منعدمة، شبه منعدمة. أنا أعيش في مدينة غارقة في القمامة، ينظف شارع ويغرق آخر، ينظف الشارع وهكذا تبادل، كل يوم ينظف شارع، لكن في نهاية الأمر المدينة تحتاج لنظافة يومياً. هذا فقط في موضوع واحد وهي النظافة. الماء أنا لا أعرفه من 3 سنوات للأسف، حتى أكون واضح شخصياً أنا وجيراني والحي الذي أسكن فيه. هذا القضية الأولى وهي الخدمات. القضية الثانية الانفلات الأمني والانفلات السلاح، يعني هناك عبث وهناك سلاح منفلت لم يضبط بعد، هناك نقاط عسكرية الحقيقة تقلق المواطن، هي ضد المواطن وليست مع أمنه. أنا عندما أمشي للتربة وأحصل على 20 إلى 30 نقطة، ما فائدة هذه النقاط؟ ما فائدة النقطة التي تمنع المواطن عندما يريد أن يخرج أو يدخل لأنه جريح أتحكول بالطريق أو شهيد ما صرفش راتبه أو عسكري تأخر راتبه؟ هذا غير صحيح. تحل القضايا في أطر إدارية وعسكرية واضحة. لا ينبغي أن يقطع الشارع، قطع الشارع جريمة، سواء بنقطة أو بمطب أو بإغلاق إلخ. أنا أريد أن لا أرى نقطة واحدة في تعز، يكفي في أطراف المدينة. هذه القضية الثانية، دعني الثالثة. تفضل. القضية الثالثة وهي الأهم، بقاء تعز أكثر من عامين تحت الحصار. يعني أنا ماذا استفدت كمواطن دفع كل هذه التضحيات وأنا قابع تحت الحصار، ليس عندي غير ممر وحيد ويتيم باتجاه التربة إلى عدن. طيب أنا لم أستطيع أن أزور أبي وأمي في شمال تعز تقريبا أكثر من 4 سنوات، وغيري لم يستطيع أن يعزي أمه أو يقبر أبوه، أو يعني هذه كارثة. نحن نعيش في سجن كبير بمجموعة من الانقلابيين الذين لا يمتلكون القوة التي تهدد تعز بهذا الشكل. نحن عشنا تعز في مرحلتين، أرجو أن تسمح لي في إيضاح هذا الموضوع للجميع، للمسؤولين والجمهور الكريم، أرجو أن تسمح لي. أولا، نحن في بداية المواجهة مع التحالف الانقلابي كنا نعيش حالة من حشود الكرامة، حشود الكرامة كانت نقية، لذلك حررت تعز وافتكتها شارعا شارعا، زغطا زغطا، بيتا بيتا، حتى أصبحت تعز كلها بكنف الأمن نتيجة لهذه، بعيدا عن الانقلابيين، نتيجة لهذه حشود الكرامة التي هبت من تعز من تلقاء نفسها، لا تبحث لا عن راتب ولا عن سلاح ولا عن غنيمة. الآن انتقلنا بعد أربع سنوات من الحرب، انتقلنا من حشود الكرامة إلى حشود الغنيمة. اليوم ما هو حاصل من أمن وجيش وسلطة؟ هي حشود غنيمة للأسف. هناك سرقات، هناك قتل، هناك اعتداءات، هناك قطع شوارع لمجرد الراتب تأخر. أنت حملت الراتب لتدافع عن كرامتك وعن عرضك، أم لتطالب عن الراتب؟ إذن تحولت المقاومة والجيش الوطني تحولوا لمجرد مؤسسات تبحث عن سلاح، عن دعم، عن غنائم، وإذا لم يستطيعوا أن يجدوا هذا متاحا يرجعون حولهم في الجغرافيا المتاحة، ينهبون هذا ويعتدون على بيت هذا ويخلعون هذا.
أنا أريد أن ينزل أحدكم ليصور أمام بيتي المعدات الكهربائية خلعت مع أسلاكها، هذا أنا مواطن، من يحميني؟ طيب بالحديث قائد اللواء الذي يضع نقطة أمام بيته، بالحديث عن هذه النقاط أرجو دكتور، بالحديث عن هذه النقاط دكتور، هناك استطلاع للرأي عده الزملاء منتج الحلقة وزملاء في طاقم الإعداد لهذه الحلقة، سنذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع لمواطني، لآراء مواطني تعز حول الوضع الأمني في المدينة مشاهدين الكرام، ثم نستكمل هذا النقاش. الانفلات الأمني هو أعتقد هو سببه هو عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. هنا تعز الحياة مستمرة دوما، صحيح هناك انفلات أمني على مستوى محافظة تعز وكل يوم ويتزايد، لكن نحس أن هناك أيادي خفية تعمل على زعزعة الأمن في محافظة تعز، بحيث أنه يعطي للمواطنين انطباع غير أن الدولة أو الشرعية غير مستقرة أو غير قادرة على حماية جميع المحافظات بصورة عامة. بالنسبة لمحافظة تعز نقول لجميع أبناء محافظة تعز لابد أن نتحد، عدونا واحد ويقف وراه هناك أعداء أخرى. الحالة الأمنية في تعز ليس كما يروج لها بعض القنوات أنه يقدم انفلات أمنية أو يقد قاتل أو نهب أو سلب، هناك بعض التصرفات الخاطئة التي تنتج فردية نتيجة أفراد ليس يمثلون عامة أبناء تعز. مجددا ترحب بكم مشاهدينا، اذا سمعنا هذه العينه من اراء المواطنين حول الوضع الامني في تعز ومغبات هذا الوضع. دكتور اذا هناك نوع من الاختلاف في وجهات النظر، وان كان يصب الامر الى ان هناك حاله من القلق الامني، وان كان يختلف البعض حول مدى هذه الحاله وطبيعه ان المساله في تعز والظروف التي تشهدها المدينه تحتم مثل هكذا وضع أمني. في سياق الحديث عن المسؤولية وعن الاختلالات كنت تحدثت عن فراغ سياسي وعن هشاشة في السلطة المحلية ومن ثم عن الضعف الأمني والعسكري دكتور. بالنسبة للهشاشة في السلطة المحلية إلى كيف ينعكس ذلك، أو يعني كيف يؤثر هشاشة السلطة المحلية في مسألة الوضع الأمني في المحافظة؟ هل المسألة الإدارية ومسألة وجود تجاذبات سياسية مثلا تؤثر في هذه الأوضاع الأمنية؟ حتى أكون واضحا، لا نستطيع أن نحمل السلطة المحلية المسؤولية في هذا الجانب وحدها، لأن هشاشة السلطة المحلية هي امتداد لهشاشة السلطة المركزية. ماذا بوسع محافظ لا تسنده سلطة قوية لا بقراراتها ولا بدعمها ولا بموازنتها ولا ببرنامجها ولا بخططها، وكذلك هي سلطة مرتهنة أيضا لقوى خارجية دولية وإقليمية. فلا نستطيع أن نتحدث عن هشاشة خاصة بمحافظة تعز، يعني الهشاشة موجودة في عدن، في تعز، في شبوة، في حضرموت، أقصد لا في أبيان، في الضالع، تستثنى حضرموت ومارب لأسباب أخرى ليست هي موضوع حديثنا. وبالتالي لا نستطيع أن نحمل المحافظ كممثل للسلطة المحلية المسؤولية الكاملة، لأنه هو امتداد لسلطة شرعية ضعيفة وهو يستند إلى قرارتها وقوتها. عندما لا يستجاب لمطالبه، لا يستجاب لاحتياجات المدينة، وبالتالي سيظل الضعف ممتد على المستوى السياسي الرسمي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى العسكري. لا نستطيع أن نحمل السلطة المحلية بشكل مباشر المسؤولية المباشرة والكاملة، لكن نستطيع أن نقول للأخ المحافظ ليكن صدره رحبا، ليسمع مني أنا كإنسان أكتب في الشأن العام وصحفي يكتب بالشأن العام ومفكر يكتب بالشأن العام كما يريد، لكن نحن نطالب من القوى السياسية والأحزاب ألا تذهب هذا المذهب لاتهام المحافظ أو اتهامة البينية فيما بينها. هي تكتلات كلها تصب في دعم الشرعية وفي استعادة الدولة، وبالتالي عليهم أن يلتقوا بالمحافظ بشكل يومي ليعرضوا عليه ويساعدوا ويصبح في كتلة صلبة تستطيع أن تعيد أو أن تساعد في إعادة الدولة رويدا رويدا. لكن لا ينبغي أن نحمل المواطن الغاضب لإنعدام الأمن أو لإنعدام الخدمات أو لبقاء المدينة محاصرة أن نسكته ونقول له لا صفق، إحنا إن شاء الله في خير والأمور تمام، بس في شوية حاقدين يعني هم من يبعثون مثل هذه الرسائل الكيدية. مش صحيح، يعني نحن نعيش حالة من التضحيات، فقر، جوع، انهيار في التعليم، انعدام في الخدمات، انفلات أمني، انفلات سلاح،
يعني قلت أنا بكل وضوح ليكن ذلك مسموع للجميع، انتقلنا من السنة الأولى من الحشود الكرامة التي حررت تعز كما هي اليوم واتسعت إلى درجة بأنه أصبح فيها مئات الآلاف يعيشون بكل كرامة وحرية، وهذا نفخر به وبتضحيات الجميع. ولكن للأسف سمحنا أن ننتقل من حشود الكرامة المحدودين في 2015 إلى حشود الغنيمة، حيث يفعل كل مسلح ما يريد دون ضابط. يعني الاغتيالات تم الاعتراف بها ورصدها، هناك مئات الاغتيالات ضد عسكريين يعني وطنيين، ضد شخصيات وطنية، ضد أناس أبرياء. أين هؤلاء الذين تسببوا بهذه الاغتيالات؟ أنا أريد القبض عليهم ومحاسبتهم. طيب في سياق الحديث عن المسؤولية عن المسؤولية دكتور فيصل، هناك بلا شك هناك أيضا مسؤولية اجتماعية ومسؤولية للجانب المدني في المدينة. دعنا نشرك معنا في هذا الحوار الأستاذ حسان الياسري عضو التحالف المدني بتعز الذي انضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ حسان. إذن يعني في ظل الوضع الأمني الذي تشهده المدينة، الوضع صعب، هناك حالة من الانفلات كما يصفها البعض في الأوضاع الأمنية، ووجود خارجين عن القانون يعرفون ولكن لا يستطيع أحد الإمساك بهم ويعني تحجيم دورهم، ما هو دور الجانب المدني هنا في توعية المواطنين ربما وأيضا في الدفع نحو أوضاع أمنية أفضل في المدينة؟ طبعا أولا ينبغي أن أعرج على موضوع الإمساك الأمني وأصله. هو بالأصل مرده إلى ما تعرض له الوطن من حادث الانقلاب التي أثرت على كل شيء في البلاد، إضافة إلى ما يحدث الآن من مكافآت ومشاحنات سياسية وصراع بعض القوى السياسية وتسابقهم على الوظائف والمناصب، ساعد ذلك على تبشي ظاهرة الإفلات الأمني. وهنا أعتبر القوى السياسية تخلف عن واجبها في تأمين الحياة للمواطن. دور المنظمات المجتمع المدني طبعا هو دور يكاد أن يكون معدوم تماما. لقد انشغلت المنظمات المجتمع المدني في مواضيع أخرى مثل الإغاثات وغيرها من الأمور التي يعني أتت على حساب الأوضاع الأمنية في البلاد. نحن منذ تفشي الجرائم، جرائم القتل والإنفلات الأمني، لم نلحظ أو لم نسمع بيانات استنكار أو تنديد من قبل هذه المنظمات المجتمعية ومن قبل الجمعيات والناشطين الحقوقيين. هذه مسألة كارثية بالنسبة لهذه المنظمات الذين ابتعدوا تماما عن جزء كبير من واجبهم في توعية الناس والمواطنين حول ضرورة توفير الأمن. المجرمون الخارجون عن القانون هم بالطبع موجودين في كل مدن العالم، ولكن هناك الفارق بين مدينة لمدينة وجود دولة. ونحن لا ننسى أن احنا في إطار حرب أتت على كل شيء، وبالتالي تفرغ جميع المسؤولين والقيادة الحزبية والقيادة السياسية والقيادة الشعبية إلى أمور أخرى وتخلوا عن الجانب الأمني للمواطن. نعم. طيب في هذا السياق أستاذ حسن، ما هو دوركم أنتم كتحالف؟ هل لديكم فعاليات بهذا الخصوص مدنية لها علاقة بالتنديب بالإنفلات الأمني، برفع الوعي بشكل أكبر في صفوف المواطنين في هذه المدينة المدنية التي تبقى في جميع الأدبيات في جميع الأحوال مدينة مدنية تبشر بالمدنية أيضا؟ طبعا نحن حديثي الإنشاء والتكوين، لكن هذا أيضا جزء من مهامنا القادمة وجزء من مشاريعنا. نحن حريصين جدا على أن تأخذ تعز طابعها المدني كما هو معروف عنها، ومن خلال ذلك دعونا السلطة المحلية إلى البدع والشروع بتطبيق بنود أو ما يمكن تطبيقه من مخرجات الحوار الوطني التي تضمن نوعا ما من استقرار الأوضاع في تعز.
كما قلت سابقا ايضا القوة السياسية والقوة العسكرية مناظم بها هذا الجانب، ينبغي عليها ايضا ان تمارس دورها بكل مسؤولية وكل حرص بعيدا عن اي مناكفات سياسية او حزبية. نعم، أشكرك إذن أستاذ حسن الياسري عضو التحالف المدني بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك دكتور فيصل. دكتور، يعني هناك دوما تساؤلات حول سبب توقف الحملات التي كانت ترفع لاستعادة الدولة، مؤسسات الدولة في المدينة وضبط الأمن فيها كحملات أمنية، وهناك من يتحدث ويرى أن إقلاق السكينة العامة يقف وراءه أطراف أو تقف وراءه أطراف محلية وكذلك أطراف خارجية أيضا، ما هي الدوافع برأيك؟ لو تتذكر أعود من حيث بدأت في أول كلمة قلتها، عادة عندما يكون الفراغ السياسي والفراغ القانوني وفراغ الدولة حاصلا تحل الفوضى، وفي إطار الفوضى تحدث كل شيء، يحدث كل شيء. نحن الآن نعيش حالة من الفوضى، وبالتالي الحديث عن دولة وعن سلطة وعن قضاء وعن قوانين وإدارة هذه تعتبر عناوين فارغة جوفاء، كما هو الحديث عن مجتمع مدني ومنظمة مجتمع مدني، هذه العناوين مثيرة للضحك. يعني الحديث عن منظمة مجتمع مدني عادة لا تكون إلا في دول ديمقراطية فيها طبقة وسطى قادرة أن تتخذ القرار والضغط ضد السلطة وليس تابعة لها. نحن منظمات المجتمع المدني شكلت بإعازة من السلطة لتكون امتدادا لها وللدعم لها. اليوم نحن في ظل حرب، كيف نتكلم عن منظمة مجتمع المدني ودور المجتمع المدني في هذا المجال؟ في تكافل اجتماعي ولكن وعمل مجتمعي فردي ومؤسسي هامشي، لكن لا نستطيع أن نعول عليه. في ظل الحروب وفي ظل المصائر هذه الكبيرة عادة تلغى كل هذه المؤسسات ويصبح صاحب السلطة الاستثنائية هو المسؤول عن اتخاذ القرار وإعادة المسار إلى وضعه الطبيعي. يعني هل أذكركم بما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1861 عندما تولى إبراهيم لينكولن السلطة وحدث انفصال الجنوب؟ هي ليس انفصال الجنوب في أمريكا، ليس لم يكن بنفس العبث الذي يحصل اليوم في اليمن. ماذا فعل؟ أصدر يعني قرارا ألغى فيه، عطل فيه كل القوانين، أدخل المعارضون من إعلاميين وقضاة ومحاكم وسياسيين ومفكرين إلى السجن، وحافظ على وحدة أمريكا واستخدم كل سلطاته لحفظ هذه الوحدة. وبالتالي اليوم أنت ترى نتحدث عن مجتمع مدني في ظل حرب في كل شارع، هناك حرب أهلية حينها عدد المسلحين أكثر من المدنيين، يعني وما تم بسببها. نعم، في ذلك الحين كانت هناك حرب أهلية، وهذا ما يعني وهناك نوع من الحرب تشهده شوارع تعز، هناك نوع من الانفلات الأمني والتجاذبات السياسية التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ما الذي يمكن أن ينهي كل ذلك؟ طبعا نحن محتاجين كما ذكرت في أكثر من لقاء، نحن محتاجين إلى كتلة صلبة في كل إقليم أو في كل محافظة. هذه الكتلة الصلبة تتكون من القوى السياسية وتتكون من وتتضافر مع القوى السلطة المحلية والإدارة وتتكاتف مع القوى الأمنية والقوى العسكرية لكي يكون عندهم برنامج وأولويات يشتغلون عليها. نحن إلى الآن للأسف ينعدم مثل هذه الخطط وهذه البرمجيات وهذا التكتل. تصور بأنه هناك صراع بين القوى العسكرية فيها بينها، يعني لواء 35 ضد المحور ضد 22، هناك تصارع داخل القوى الأمنية، الشرطة العسكرية مع الأمن مع أبو العباس مع أبو عفريت، هناك تضارب ما بين السلطة المحلية والقوى العسكرية والأمنية، هناك نفور بين السلطة المحلية والقوى السياسية. وبالتالي نحن لا نستطيع أن نخرج من إسار هذه الفوضى وهذا الانفلات والعودة إلى الطريق الصحيح إلا بتشكيل هذه الكتلة الصلبة لنتعاون معا. أنا أتكلم عن أحزاب، عن قوى أمنية، قوى عسكرية، سلطة محلية، عليهم أن يجلسوا على طاولة الحوار بشكل يومي ويضعوا خطة واضحة ويعلنوها للمواطنين. والله أولوياتنا 1، 2، 3، 4 ويمشوا عليها، مش يتخذوا قرار يوم الثاني ينقضوا بقرار آخر. يعني بدأوا بشكل إيجابي بحملة أمنية وباستعادة المؤسسات.
وهذا هو المأمول إذن بحدوثه في محافظة تعز، أن يعود إليها، أن تعود حالة الأمن والاستقرار إليها. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من هنا. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة عادل ومحمد المقبلي ومنصور النقاش وجميع الأفراد في الطاقم الفني. إلى اللقاء.